هوية بريس نحو إعلام هادف. نعم، ما قالت هشام درشول وهي اللي صنعت جوفرين ولعبت أدوارا قذرة في الاختراق الصهيوني سنوات قبل الإعلان عن تطبيع المشؤوم، شامة درشول هي المستشارة الخاصة لجوفرين، وتقول كلاما خطيرا للغاية الآن، ومن موقعها كعالمة بالأشياء وشفتها وعينتها بالبيت الداخلي. نعم، وهي ماشي سهلة، كاتبة صحفية واعرة وأسلوب ديالها واعر، وهي متخصصة في القوى الناعمة. ولما تجي تقول بأن جوفرين هي تقول احنا قلنا سنوات قبلها اللي جاي، لان احنا وصلنا لهذا الشيء اللي قلنا، غادي ياخذوا الدوله ويبداو يديروا التطبيع والاختراق الصهيوني بوسائل الدوله وبالمال العام. ومنذ اصبحت حكومه اخنوش بمهزله 8 سبتمبر اصبحنا لما يخصص رئيس الحكومه بصفته عمده لمدينه اكادير مئات الملايين لتتويج ملك الشذوذ الجنسي. واش عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ واش الشيخ احمد كاين في المغرب؟ انا نعطيه الكذابه، دوزو مع هذا الحوار، نعطيك ادله قاطعه. احنا ان شاء الله ماشي باب التكذيب، باب غير الراي العام، يعني هذه حقائق. عزيز اخنوش ايها المغاربه، وحنا قلناه رسميا وبلغناه، تحملنا مسؤوليتنا. عزيز اخنوش بصفته عمده لمدينه اكادير، وما ادراك ما اكادير وما ادراك ما سوس. سوس العالمة، سوس العالمة، سوس عمر العلامة المختار السوسي، سوس يقول إبراهيم شيخ العرب سيدي أحمد إبراهيم قليز، شيخ محمد بن سعيد أيتي الدر، شيخ عبد السلام ياسين، شيخ يعني بلاد شيخ الشيوخ والمقاومة والمقاومين. سوس العالمة، سوس يجي واحد من تارودانت يقول لك ما عندنا لين على الشذوذ الجنسي، اللي هو وزير العدل، قال لك ما عندنا لين على الشذوذ الجنسي. هذا وهبي، هذا وهبي. نعطيك دابا الفيديو ديالو ودوزناه وناقشناه في حوارات، تيقول لك بانه علينا الضغوط واللوبي ديال الشواذ جنسيا، ما عندنا كذا والضغوط، ما يعني احنا عاجزين، هكذا يقول وزير العدل، ماشي وزير الطاقه والمعادن ولا وزير الفيل، هذا وزير العدل. تعرف معنى العدل في بلادنا وفي البلدان الإسلامية؟ يعني كانت سابقا وزارة السيادة. ثم يجي رئيس الحكومة يخصص مئات الملايين، قيل لنا 800 مليون أو يزيد، لتتويج ملك الشذوذ الجنسي، ملك كل لواط، تتويجه فيما يسمى بمهرجان بالماون، ويربسوه التاج ويركبوه على العود، ويجيبوا المخازنية اللي لابسين الشاشيات الحمراء بحال الملك، وتيجروا العود والناس على الجنبات، وهو كيشير بيديه كما الملك. ما معنى هذا الشيء؟ شنو بغى يوصل اخلوش للمغاربة؟ هوية بريس نحو إعلام هادف.